السلام عليكم. يتم حاليا تغطية واد السمار الذي والمحاذي لمهبط الطائرات تاع مطار هواري بومدين. إذا يتم حاليا تغطية جانب من هذا الواد على امتداد طول 200 متر، وأظن أن العملية تاع التغطية تاع الواد راجعة إلى إجراءات تاع السلامة نتاع المطار، تدخل في الإطار نتاع تعزيز إجراءات الأمنية حول المطار تاع هواري بومدين. إذن فيه عملية التغطية نتاع الواد، ممكن أنه الأشعة تاع الشمس تضرب في الواد وتمد ضوء يعني الأشعة فوق المسطح تاع الواد، ممكن تخلق مشكل للطائرات اللي قد أكيد تمر فوق المجرى تاع الواد هذا باش تحط على المهبط تاع الطائرات. إذا ممكن تكون أشغال تاع التغطية تاع الواد لتفادي الانعكاس تاع الأشعة تاع الشمس بسبب المسطح تاع الواد هذا. إذا الآن يتم حاليا عملية تغطيته على طول 200 متر. نخليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم.